بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا الطلاب، عودا حميد معكم ودرس جديد من دروس الرياضيات للصف الثالث. في البداية يا أبطال، نطلب منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإن أعجبك الفيديو أن تضغط لايك. يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس أن يقدم لكم العدد 9 كعامل. في نهاية الدرس يا أبطال، يكون الطالب قادرا على أن أولا يوجد العامل الناقص في جملة الضرب بشكل صحيح، ثانيا يحل مسائل حياتية تتضمن مضاعفات العدد 9 بمهارة، ثالثا يتعرف مضاعفات العدد 9 بدون إجراء عملية الضرب بشكل صحيح. لو فتحنا الكتاب يا أبطال صفحة 71 على فكرة بطريقة أخرى، نلاحظ يا شباب ونذكركم أن العامل إن ضربناه في 9 يكون ناتج العشرات له أقل من العامل المضروب في 9 بمقدار 1. يعني مثلا يا شباب، لو ضربنا 7 ضرب 9 فيكون الناتج العشرات ننقص من العامل الذي يضرب في 9 اللي هو 7 يا شباب، ننقص منه 1 فيكون 6، ثم ننظر كي يكتمل إلى 9 بعد 6 7 8 9، عدينا 3 أرقام فنكتب يا أبطال 3، فيكون الناتج 63. نرجع بالكتاب يا شباب إلى صفحة 69. أوجد ناتج الضرب أو العامل الناقص، السؤال رقم 11 إلى 18. هيا يا أبطال، لو ضربنا 9 ضرب 0 كم يكون الناتج يا أبطال؟ هيا يا أبطال، أحسنتم أحسنتم يا رائعين، أي رقم نضربه في 0 يكون الناتج 0. الصفر وكأنه قاتل يا شباب، يقتل كل الأرقام، كل ما نضرب الصفر في رقم يكون الناتج عندي 0. أحسنتم أحسنتم يا رائعين. 2 ضرب كم يا أبطال تعطي 18؟ هيا يا أبطال، لو ركزنا في الناتج يا أبطال سنجد أن الناتج مجموعه 9، 1 زائد 8 تعطي 9. أيضا العامل هنا يا شباب 2، لو انقصنا منه 1 يكون الناتج 1 عندي في العشرات. إذن يا شباب يكون الرقم هنا أو العامل هنا كم يا أبطال؟ بالفعل 9 يا أبطال، أحسنتم أحسنتم يا رائعين. طيب كم أضرب في 9 كي يكون الناتج 72؟ ننظر هنا إلى رقم العشرات يا أبطال، هيا رقم العشرات هنا كم؟ 7. كنا ننقص كي نصل إلى رقم العشرات، لو أردنا العكس يا أبطال ننقص أم نزيد؟ أحسنتم أحسنتم يا رائعين، فيكون كم يا أبطال؟ 8، لأن لو أنقصنا من 8 1 تصبح 7 في العشرات، ثم نزيد عليها 2 كي تصل إلى 9 فيكون 72. أيضا لو بدأنا من العشرات نزيد على رقم العشرات اللي هو 7 هذا، نزيد عليه 1 تصبح 8. ما شاء الله عليكم رائعين يا أبطال رائعين. المسألة رقم 14، 9 ضرب 9 يا أبطال، هيا بدون استعمال الماضي يا أبطال، بدون هيا استعمل القاعدة التي قلت عليها، اعتبر أحدهم هو العدد 9 والآخر هو العامل المضروب فيه، ننقص من 9 1 كم تكون يا أبطال؟ 8. 8 كم تحتاج كي تكون إلى 9؟ 8 زائد كم كي تكون 9 زائد 1، فيكون 1 في الآحاد و8 في العشرات. أحسنتم 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 يا أبطال، فيكون الناتج 1 و80. أحسنتم يا رائعين. أيضا لو ضربنا 4 ضرب 9 يا أبطال كم يكون الناتج؟ هيا ننقص من العامل 1 فيكون 3، هي في العشرات، 3 تحتاج إلى 6 فيكون الناتج 36. أيضا لو ضربنا 9 ضرب 5 يا أبطال كم يكون الناتج؟ هيا
أحسنتم يا رائعين، ننقص من العامل الذي يضرب في التسع واحد فيكون أربعة، هذه في العشرات. الأربعة تحتاج إلى كم كي تكون تسعة يا أبطال؟ تحتاج إلى خمس، فيكون الناتج 45. أيضا التسع لو ضربناها في السبع، أحسنتم، ننقص من السبع واحد فتكون ست، في منزلة العشرات. الست تحتاج إلى كم كي تصل إلى تسعة يا أبطال؟ ثلاثة، نضعها في الآحاد فتكون 63. أيضا التسعة ضرب واحد يا أبطال، هذا الواحد رجل مسالم لا يغير ناتج الضرب، تسعة ضرب واحد تكون يا أبطال كم؟ تسعة. أحسنتم أحسنتم يا رائعين، جزاكم الله خيرا. في صفحة 70 يا أبطال، صفحة 70، يلا أقلب الصفحة معي. السؤال رقم 23، أبرر منطقيا. أجرت المكتبة تخفيضات على أسعار الكتب المستعملة، كم تبلغ تكلفة أربع كتب بغلاف مقوى؟ السؤال هنا يا شباب، نحتاج إلى أربع كتب بغلاف مقوى، وأيضا يقول ارسم خط أعداد لتوضيح الإجابة. عندي الكتاب بغلاف ورقي ب5 ريالات، الكتاب بغلاف مقوى ب9 ريالات، المجلات ب2 من الريالات. نحن نحتاج إلى غلاف مقوى، فيكون الرقم الذي نستخدمه كم يا أبطال؟ 9. لكن كيف يا أبطال؟ كيف؟ في البداية نرسم خط الأعداد، نبدأ من الصفر حتى لا تكون الأرقام بالنسبة لنا، نرسم خط أعداد كبير يا شباب، فإحنا هننتقل بالتسع، صفر ثم تسع، لو أضفنا على التسع تسع أخرى تكون كم يا أبطال؟ نقفز بالتسع يا أبطال، يلا اقفز. أحسنتم، 18، ثم هيا يا أبطال هيا، بالفعل 27 ثم 36. لو أردنا القفز يا أبطال، نقفز من الصفر إلى التسع، ثم من التسع إلى 18، ثم من 18 إلى 27، ثم إلى 36، هذه الأربع قفزات، فيكون الناتج عندي 4 ضرب 9 تعطي 36. لماذا 36؟ لو طبقنا القاعدة، العامل المضروب في التسع هو الأربعة، لو أنقصنا منه واحد يكون 3 في العشرات، يكون كم يا أبطال؟ 3 في العشرات. الثلاثة تحتاج إلى 6 كي تكون مجموعها 9، فيكون الناتج عندي كم يا أبطال؟ 36. أحسنتم يا رائعين. أيضا في السؤال رقم 26، وضع صاحب محل زهور 9 من زهور دوار الشمس في كل مزهرية. عندنا كل مزهرية يا أبطال بها 9 زهور، في كل مزهرية من 6 مزهريات، إذا عدد المزهريات كم يا أبطال؟ 6 مزهريات، كل مزهرية بها 9 زهور، ثم عد الزهور بمضاعفات التسع، بمضاعفات التسع، هيا يا أبطال أذكر الأعداد التي عدها. طيب لو بدأنا بمضاعفات التسع يا أبطال، في المزهرية الأولى يكون 9، هيا نضيف عليها 9 آخر يا أبطال، وكأننا عد قفزي، يلا 9 ثم هيا يا أبطال هيا. أحسنتم، هيكون يا شباب 9 ثم 18 ثم 27 ثم 36 ثم 45 ثم 54، فيكون الست مزهريات يا شباب بهذه الطريقة، الأولى هي 9 ثم نضيف إليها 9 تعطي 18، ثم الثالثة 27، الرابعة 36، الخامسة 45، حتى نصل إلى المزهرية السادسة، فيكون الناتج عندي 54. أحسنتم يا أبطال ونفع الله بكم. في نفس الصفحة يا أبطال، السؤال رقم 28 والسؤال رقم 29، نأتي إلى أولهم. أي الأعداد التالية ليست، ركز معي هنا جيداً، ليست من مضاعفات العدد 9، ليست من المضاعفات يا أبطال هيا. طيب هل أنا أحفظ كل المضاعفات؟ أنا لا أحتاج منك الحفظ، لكن طبق القاعدة، أي عدد يقبل القسمة على 9 أو من مضاعفات 9 لابد أن يكون مجموعه 9 أو مضاعفتها. 9 يا أبطال مجموعها 9 فتقبل بالفعل القسمة على 9. طيب إذن
هي من المضاعفات، لا نختار التسعة، لكن الستة عشر لو جمعنا الأحاد مع العشرات ستة زائد سبع زائد واحد تعطي سبع، إذن فهي ليست من مضاعفات التسعة، لابد أن يكون الناتج تسع أو مضاعفاته أبطال. أيضا ثمانية عشر واحد لو جمعناه على الثمانية تعطي تسع، إذن فهي من المضاعفات. اثنين زائد واحد في العدد 21، اثنين زائد واحد تعطي ثلاثة، ليست من مضاعفات التسع، إذن فهي ليست من مضاعفات التسع. 23 لو جمعناها يا أبطال 3 زائد 2 تعطي 5، ليست من مضاعفات التسع. السؤال الآخر، أي الأعداد التالية من مضاعفات العدد 9 يا أبطال؟ من المضاعفات، إذن لو جمعتها يا أبطال لو جمعت المنازل تعطي 9. 18 1 لو جمعناه مع 8 يعطي 9، إذن فهي من المضاعفات. 36 لو جمعنا الست مع الثلاثة تعطي تسع، إذا فهي من المضاعفات. 42 لو جمعنا الاثنين مع الأربعة تعطي ست، ليست من المضاعفات. 54 لو جمعنا الأربعة مع الخمس تعطي تسع، فهي من المضاعفات. وأخيرا 69 لو جمعنا التسع مع الست يا شباب تعطينا 15. 15 لا أعرف، اجمع. 15 هي 5 في الأحاد وواحد في العشرات، 5 زائد 1 تعطي 6، ليست من المضاعفات. نرجع يا أبطال إلى سؤالنا التقليدي، ماذا تعلمنا اليوم؟ هيا يا أبطال، أحسنتم يا رائعين، تعلمنا بالفعل استعمال الأنماط للضرب في العدد 9، كيف نستخدم الأنماط في إيجاد ناتج ضرب عامل في العدد 9. الواجب يا أبطال صفحة 72، السؤال رقم 14، والسؤال رقم 20، والسؤال رقم 22. جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قريب ودرس جديد من دروس الرياضيات، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.